متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الأخير من شهر يناير كانون الثاني للعام 2021، وسنبدأها طبعا بتوقعات الأحوال الجوية ليوم الأحد الذي يتوقع أن يشهد أجواء مستقرة في عموم المناطق، ويكون هناك ارتفاعا قليلا على درجات الحرارة بالمقارنة مع ما كانت عليه في الأيام السابقة والتي شهدت بها المملكة موجة من البرد. تكون درجات حرارة مثلا في العاصمة الرياض 21 درجة مئوية، تكون 30 درجة مئوية في جدة، 21 في تبوك، 12 في الحدود الشمالية، 20 درجة مئوية في المرتفعات الجنوبية الغربية، و21 درجة مئوية في المنطقة الشرقية والدمام. تنخفض درجات حرارة في شمال المملكة وفي الحدود الشمالية إلى درجات حرارة قريبة من الصفر المئوي بشكل يسمح بحدوث الانجماد والجليد في ساعات الليل، في حين ترتفع درجات حرارة ليلية ليلة الأحد على الاثنين في عموم المناطق بمقارنة عما كانت عليه خلال الليالي السابقة. يوم الاثنين يطرأ ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة، تسجل 23 درجة مئوية مثلا في العاصمة الرياض، 23 أيضا في المنطقة الشرقية، 15 درجة مئوية في المناطق الشمالية في الحدود الشمالية، 22 درجة مئوية في تبوك، 29 درجة مئوية في جدة، و19 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. كما يطرأ ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة الليلية مع بقاء الأجواء شديدة البرودة فقط في الحدود الشمالية تسجل بها درجات حرارة صغرى 3 درجات مئوية. الطقس يكون مستقر في عموم المناطق، لكن هناك فرص للتحسن، فرص زخات الأمطار فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية في بعض من الأجزاء. يوم الثلاثاء تستمر درجات حرارة بالارتفاع، تكون مثلا في العاصمة 24 درجة مئوية، 25 في المنطقة الشرقية، تبقى على ما هو عليه الحال ليوم الاثنين. يوم الثلاثاء يكون مشابه ليوم الاثنين، 22 درجة مئوية في تبوك، 15 درجة مئوية في الحدود الشمالية لكن مع تحسن في درجات الحرارة الليلية، 29-22 في جدة، تبقى فرص الأمطار حاضرة على شكل زخات محلية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وتكون ما بين 20 إلى 10 درجات مئوية. يوم الأربعاء توالي درجات الحرارة ارتفاعها خاصة في المنطقتين الوسطى والشرقية، فتسجل مثلا في العاصمة الرياض 25 درجة مئوية في ساعات النهار، كذلك الحال في المنطقة الشرقية والدمام 26 درجة مئوية، تكون في الحدود الشمالية ما بين 16 إلى 9 درجات مئوية، 24-8 في تبوك مع أجواء مغبرة بعض الشيء نتيجة نشاط في سرعة الرياح، و19 إلى 10 في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، و30 إلى 24 في مدينة جدة. يوم الخميس يتقدم منخفض جوي في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط ويؤثر على بلاد الشام، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشرقية مع نشاط في بعض الرياح المثيرة للأتربة، تكون 27 إلى 15 في العاصمة الرياض، كذلك الأمر هو في الدمام 20 إلى 7 درجات مئوية في الحدود الشمالية، نلاحظ الارتفاع الكبير على درجات الحرارة، 22 إلى 8 في تبوك، 29 إلى 24 في المنطقة الغربية وجدة، و20 إلى 10 درجات مئوية في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. نختم توقعات والنشرة الأسبوعية بيوم الجمعة، المتوقع أن يشهد ارتفاعا آخر على درجات الحرارة بسبب تعمق هذا المنخفض الجوي في منطقة بلاد الشام. تنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية من المملكة ولكنها ترتفع في وسط وشرق المملكة. الانخفاض على درجات الحرارة يكون متركزا في شمال المملكة الأجزاء الغربية، بينما يكون هناك ارتفاع في المنطقة الوسطى والشرقية. تسجل مثلا في العاصمة الرياض ما يقارب 30 درجة مئوية، الأجواء تصبح كأنها في فصل الصيف، 29 إلى 15، 25 إلى 17 في المنطقة الشرقية والدمام، 19 إلى 9 في جبال جنوب غرب المملكة. رياح نشطة متوقعة على الأجزاء الغربية ما فيها جدة مع انخفاض على درجات الحرارة، تكون 25 إلى 19 في جدة، 16 إلى 5 في تبوك، بينما تكون 14 إلى 5 درجات مئوية في منطقة الحدود الشمالية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع في المملكة. للمزيد يمكنكم دائما تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com أو متابعة دائما على وسائل التواصل الاجتماعي، يصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.